ألمانيا تواجه موجة غلاء غير مسبوقة منذ زمن طويل. In Supermärkten und Discountern in Deutschland sind immer häufiger leere Regale zu finden. Nach Speiseölen wird das nächste Produkt zur Mangelware. صرنا نخفف، في شغلات عم نخففها. أغلب الناس صارت تستخدم الطرق الأحدث اللي هو مثلا القلاع الهوائية. حاليا الرف Flasche Sonnenblumen will 3 Euro bezahlt. Das ist doch nicht mehr normal. Dann halt etwas einschränken in dem, was man konsumiert. How do you deal with it? How I deal with it? Vielleicht sparen. شلون واحد يريد يوفر؟ السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله خرجنا وحبينا نوريكم الوضعيه في المحلات. بصراحه الوضعيه قاعده تزداد سوء بالحق. زيت ما قيناش، يعني حتى زيت زيتونه قاعد يغلى. كان سومه 4 اورو واش اصبح سومه تقريبا 6 اورو. اغلبيه زيت زيتونه قاعد يغلى، زيت النباتي ما فماش. حتى الماركه الغاليه كيما ماركه تومي زاده ولات مقطوعه. بالحق فما مشكله في الزيت. انا نحكي لكم لهنا على بلايص قريبة لكون وتسودوف. قولوا لي انتوما، عملوا لي تعليق وقولوا لي شنو البلايص اللي فين تسكنوا وشنو وضعية المحلات باش الناس على الأقل تستفاد. يمكن انت تسكن مثلا في دورتموند ولا في فرانكفورت وعندكم الزيت والفارينة، يعني اعمل تعليق باش على الأقل الناس تستفاد. خاطرنا داخلين على رمضان وما فماش بالحق الفارينة. كيما تشوفوا لهنا فارينة مقطوعة بالأعداد متاحها الكل، يعني حتى الفارينة اللي سومها مرتفع ولات مقطوعة. يعني الناس بالحق ولات تصدر تشري الفارينة الغالية متاع زوز أورو ولا زوز أورو ولا 1.99 أورو. فما فارينات أخرين قاعدوا اللي هي فارينة الروز، فارينة الحمص، وفارينة مثل اللوز زادة قاعدت. بقية أنواع الفارينة بالحق الكل مقطوعة والزيت مقطوع. الخميرة زادة قينا فيها مشكلة. هذه مثل في محل ريفا ريدل وألدي وناتو، احنا هذو ما دخلنا لهم ودخلنا زادة الكوفلاند. ما شفتوا كاتبين على الروز ومنتوجات الروز بانواعها واشكالها، كاتبين زاد على الفارينه والزيت. يعني نرجو منكم تتفهموا الوضعيه لانه عندنا حاليا نقص في الاشياء. زاد على فكره الطماطم المركز بالحق سعره ارتفع، الطماطم ارتفع، الملح سعره ارتفع زادا، زادا الخميرة ارتفعت. الملح بصراحة بأنواعها وأشكالها قاعدة الأسوام ترتفع. الفارينة بالحق ما قيناش الحمد لله، السكر موجود. الخميرة زادا ما قيناش، واضطرينا بالحق نمشي والمحلات التركية. الحمد لله قينا عندهم الحمص، الحمص احنا ما قيناش في المحلات الألمانية. قينا عندهم زادا الزيت، لكن الزيت بالحق سعره مرتفع جدا جدا. يعني كيما تشوفوا تقريبا 4 أورو وزادا فما 3 أورو واش. عندهم زيت أوكي لأتراك محلات التركية، لكن السعر متاعها تقريبا غالي برشا أغلب المحلات الألمانية. وعندهم كمية صغيرة زادا، سألناهم ما عندهمش كمية أكثر من هكا. متوفر عندهم زادا المنتوجات العربية لرمضان، احنا دخلنا باش نشريو زادا رمضان. متوفر عندهم الكسكسي، السميد، الحمص، طماطم، سميد بأنواعه وأشكاله. متوفر عندهم البوخل الكل. بصراحة المحلات التركية تقديمة هي المفضلة، هي والمحلات العربية. مش الواحد يشري منتوجات متاع بلاده كيما المنتوجات المغربية. المنتوجات التونسية احنا الأغلبية ديما نشري المنتوجات المغربية والمنتوجات التونسية للدار مش نطيبوا بيها ونتفكروا يعني الماكلة من البلاد. شوفوا توا كملنا القضية، هذه قضية متاع كيما نقولوا بداية رمضان. قضينا قضية كبيرة من المحلات الألمانية، قضينا زادة الباستا اللي هي نودل المقارونة بكمية كبيرة. نحب نوريكم طريقة كيفاش نشري الأغلبية المنتوجات نشريها رخيصة. هذه هي القضية، هذه القضية يعني فقط لأنه بالحق راهو فما مشكلة في المحلات. وإحنا بعد قلنا كل مرة يعني كل نهار نشريو قضية كبيرة باش تقعد لنا، نشريو الحوايج اللي إحنا حاسين بيها فيها مشكلة كيما المقارونة، الفارينة، السكر، والخميرة، والزيت بيان سور. الزيت ما قيناش، صورت لكم المحلات راهو بالحق الزيت فيه مشكلة. فما ناس تكتب لي تعليق كل شيء كاين ما كاين والو، إحنا عنا ما كاين والو. فما ناس تقول لي لين تخلع في الناس ولا حاجة، أنا ما نخلع ولا يعني من بنحط الناس تحس بالذعر ولا والو. أنا فقط نصور في الحقيقة اللي احنا موجود عنا. احنا توا بالحق الزيت ما عناش والفارينة ما عناش. زادة فما مشكلة في الباستا، لكن
التنقيب بالتطبيقات اللي باش نصور لكم كيفاش انا نقى الباستا اللي هي النودل المقارونة او المعكرونة، لقيت برشا بالحق كمية كبيرة في نت وبعض المحلات اخرى وقيتها بسوم رخيص. اول حاجة خلينا نبدأ القضية من بعضنا، شريت هذا الخبز الجاز، هذا الخبز بالحق نستحقه في رمضان كي يبدأ مثلا ما عنديش وقت باش نطيب خبز في الدار، نشري الخبز هذا ونحطه في الفور تقريبا 10 دقائق 15 دقيقه بصراحه تجي باكيت روعه. نشري انا الصحي هذا مكتوب عليه فيجان، ونشري زيت الابيض بالنسبه لهذا، هذا قيناه رخيص في كاوفلان، التخفيض نتاعو تقريبا 48% بالحق سوما رخيص رخيص. كيف كيف استعملت التطبيق باش عرفت فين القهوه رخيصه، هذه سميد لخشين مكتوب عليه راهو سميد لخشين، هذا سميد لخشين للمالح ولا يعني قلب اللوز ولا البسبوسة، أنا نستعمل سميد لخشين للبسبوسة هذه القلب اللوز، هذا بديل الزيت أنا وليت نطيب به برشا المالح سادة حتى نقلي به أما بكمية صغيرة، نستعمل الزبدة كمية صغيرة باش نقلي مثلا شوية بطاطا على نار تكون يعني نار دافية مش نار قوية، نار قوية تتحرق الزبدة، نار متوسطة كيما 4 أو 5 نجم أنا نقلي مثلا شوية بطاطا، ولا نستعمل وصفات المالحة أو نستعمل الزيت زيد الطاولة يعني زيد نباتي نستعمل الزبدة، هذا بديل الزبدة. بالنسبة للملح راهو الملح غلى من 19 سنت ولا 29 سنت بالحق، الأسوام ارتفعت، فما زبدة أنا كنت نشوف فيها 2 أورو و19 الكيلو زبدة صلبة الناس تطيب بيها الحلو والملح كما قلت لكم، هيك بديل الزيت الزبدة تولت الناس كل تستعملها عوض الزيت في المحلات الألمانية، الزبدة كانت 2 أورو 19 ولات 3 أورو 49 بالحق الأسوام غلات. لهنا كيف كيف قينا المكرونة لكن كمية صغيرة عند لتراك قيناهم، شرينا من عند لتراك زادة خاطر بالحق النودل عنا فيها مشكلة حاليا، هذوما الصوصات اللي نستعملهم في رمضان، هذوما الصوصات الكل نستعملهم يعني الحاجة تكون في الفور، خضرة مثل ولا الحوت ولا الحمل في الفور نطيب والكل نستعمل الصوصات هذوما. هذه الشعرية هذه من ريفا ماركة يا الشعرية، ننصحكم بها الماركة هذه بصراحة روعة، مثل السوب المغربي ولا أي نوعية سوب الشعرية أنا نستعمل هذه، إذا ما تقاو الشعرية مثل ولا سوم غالي موجودة في المحلات الألمانية هذه هي سومها رخيص. لهنا الطماطم بالحق أسعاره غالية، هذا هو بديل الطماطم اللي أنا نستعمله، نستعمل هذا في الصوص مثل صوص المكرونة حمراء أو أي حاجة، كما نستعمل الطماطم العادي نستعمل الطماطم هذا، هو يجي في شكل يعني طماطم مقطع في شكل كما هكا، يجي مقطع كما هكا شفتوا، أما يجي في شكل علب لقيناها رخيصة شرينا منه كمية كبيرة، جوست حطيت أنا الطاولة اللي نجمت نحطه البقية خليته في البيت، عنا بيت متاع يعني كما نقولوا ماكلة وكل شيء نحطه فيها حوايش. إذا شريت الكبار، الكبار مهم في رمضان مثل البريك ولا أي حاجة فطائر محشية نستعمل فيها الكبار، كاوفلاند قيد فيها زيتا نوتيلا رخيصة، زيتا في ريفا نوتيلا رخيصة ومعها 75 جرام بلاش، الباستا هذه كلها قيدها رخيصة وراني زدت شريت منها، حطيت فقط في الطاولة اللي نجبت نحطه، شريت منها الأنواع الكل مرخصين فيها شريت منها 88 سنت، شريت هذا نحب نوريكم، هذا نستعملها شوربة غيزوني أنا نستعملها شوربة رمضان، شوربة لسان العصفور ماركة باريلا بالحق ماركة روعة مشكورة عالميا. حاسلوا المقارونة هذه كلها راني وخذيت كمية كبيرة رمضان كلها رخيصة، خذيت حتى للشوربة وخذيت المكرونة بأشكالها الكل وأنواعها وخذيتهم الكل يعني البكو فقط 500 جرام 88 سنت، هما أسوامهم العادة 1 أورو 79 فما حتى 2 أورو، أما أنا الكل خذيتهم 88 سنت. هذه البودينج الرمضان، بودينج سمحة ماركة معروفة، بودينج أو الكريمة كل واحد يقولها، هذه الفانيلا عادية، هذه الشوكولاتة، هذه الخبز، هذه كيك تاع حلويات نخوها من ريفا، انا جيب بالشكل هذا روعة بصراحة، وبعد في الوسط نحط فيها الكريمة اللي طيبتها بيستري كريم ولا نستعمل البودينج العادية، وبعد نزينها بالغلة، بالنسبة للغلة نستعمل فريش وزيدة نستعمل هذي، هذي خذيتها من ريفا، نستعمل غلة هذي نحطها فوق الكريمة فوق الكيك لهنا، وندهن
الكيك ندهنه بالمعجون هذا، هذا من أحسن أنواع المعجون اللي جربهم في ألمانيا، صدقوني أحسن أنواع المعجون. نحط لهنا طبقة من المعجون، شوية ندهن الكيك، وبعد نعمل طبقة أخرى بودينج، والطبقة الثانية نعملها غلة. بصراحة تجي روعة روعة، الكيك هذي من أسهل كيكات، لا تستحق فور لا تطيب حد شي، سهلة فقط البودينج والغلة والكيك الجاهزة. لهنا هذا الانشاء، انشاء زادة فيه شوية مشكلة حاليا، أما الحمد لله متوفرة كميات، أما تحس أنه بالحق الإتاج متاع انشاء قاعد ينقص منه برشا. على فكرة زيدا راهي الخميرة مقطوعة، بالحق احنا عنا الخميرة مقطوعة، اربع محلات نزوروهم نقاو الخميرة مقطوعة، كاينة فقط الخميرة هذه الغالية شوية، سومها مش مشكلة، واحد اورو في بالي سومها 10 باكيتات متسميش غالية برشا، خذينا خاطر بالحق الخميرة قاعدة تتقطع. خذينا زيدا هذا الرايس، هذا من كوفلاند سريع الطبخ، روعة بصراحة، يجي في شكل ساشيات كيما هكا، اربع ساشيات روز سريع الطبخ، فيسع فيسع مثلا كي يبدا رمضان ونحب نطيب لولدي حاجة فيسع فيسع بالروز، نستعمل الروز هذا. حاصلو كيما قلت لكم راه مازالت الأزمة متاع الزيت، وأزمة انشاء، أزمة سمحوني الخميرة، وأزمة الفارينة، بالحق مازالت برشا، والأسعار ما نحكي لكمش قديش غلات الدنيا، بالحق شوفوا الإحصائيات متاع الأسعار. ألدي غلات في 400 برودوي، 400 برودكت ولا برودوي أو منتوج غلات فيه ألدي، ويعني السبب الوحيد هو أزمة الحرب وأزمة الكورونا، دونك الأسعار قاعدة ترتفع، الفارينة، الزيت قاعد يرتفع، كل شيء قاعد يرتفع، الطماطم، حوايج يعني نستعملوها يوميا بخلاف مثل الفارينة، الملح زادة سومو قاعد يغلى، بالحق الأشياء قاعدة تغلى برشا برشا، نقولوا ربي يستر. أنا هيك علاش خذيت الطماطم هذا، باش مثل إذا ما نقاش طماطم رخيص عند العرب أو عند الأتراك وما زال غالي عند المحلات الألمانية، نستعمل هذا الطماطم في الصوص ولا صوص البيتزا، بصراحة بنين، مش أول مرة نجربه وننصحكم به. حاصل وهذه هي القضية، نكملوا الفيديو مع بعضنا باش نوريكم كيفاش نجمت نشري أغلبية المنتوجات هذو بالسعر أرخص من اللي مثل تخفيض 30 أو 40 أو 60%. هذا هو اسم التطبيق اللي نستعمله، تو نحط لكم ان شاء الله الرابط بتاع التطبيق او الاسم بتاعه. هذا التطبيق يعني تحط المعلومات فيه في اما بلاد انت موجود، ويعني اما بلاصة او انت موجود، او تحط يعني عدد البوست بتاعك، ويعطيك المحلات اللي بجنبك الكل بالتخفيضات بتاعها، بالحق اقوى تخفيضات، بالحق يعني حوايج نستحقوها، يعني في وسطور يعني الحوايج الكل، المكرونه، السيود، اليوغورت، الحلويات، الحوايج المالحه، الحوايج الحلوه، الاب سهل استعمالها وسهل باش تفهمها، بالحق باي لغه تعملها سهل باش تفهمها، والاب صراحه حطوها ديما في تليفونكم تعاونكم برشا برشا. باش نوريكم لهنا كيفاش خذيت الكميه المكرونه، بالحق الماركه هذه القويه خذيتها 88 سنت، كيما تشوفوا شوفوا يعني الأسعار متاحة رخيصة رخيصة، ويعطيك في أما محل وشنو الأدريس، أو كمكتوب نت ومكتوب الأدريسات الكل اللي موجود بحذية، كيما تشوفوا في إيديكا سومها غالي أو هيك هو سومها الأصلي، أنا خذيتها بالتخفيض، بصراحة خذيت كمية كبيرة، خليت عندي برشا لرمضان حتى يمكن بعد رمضان، ويتقعد لي مدة طويلة لأنه بالحق أسوامها رخيصة 88 سنت. على فكرة أنا الأب هذي نستعملها باش ناخو برشا حوايج رخيصة، كيما القهوة واقيتها مثل في محل معين رخيصة، زادة اليوغورت الصغار، الحلويات الصغار، زادة نجم نقى الزيوت اللي سعرها مرتفع، الزيوت النباتية مثل من 3.49 أورو، قيد الزيت 1.99 أورو بالأب هذي، ننصحكم بهذه الأب بصراحة، راكم تربحوا برشا فلوس، ويعطيكم مثل على القضية اللي اختارتوها ولا اللي باش تشريوها يقول لكم قديش فلوس رجعت في جيبكم. والزيت هذا كيفاش تحصلنا عليه، الزيت هذا كيفاش تحصلنا عليه، أغلبية الناس تاكل في الريستورانات حاجة عادية، ساعات مثل يبدأ عندك ريستوران مفضل تعرف مثل مولاه ولا تعرف يعني الناس اللي تخدم فيه، وديما تمشي تاكل غادي مثل تمشي الريستوران هذا، أنا نحكي لكم على التجربة متاعنا وبرشا ناس تعملها وحاجة عادية، تمشي مثل ريستوران معين اللي عندك مثل معه كونيكسيون أو معارف، تعرف ريستوران فلان فلان أو تعرف شكون يخدم في ريستوران، تطلب منه أنه يعطيك كما نقولوا شوية مستوك متاعه، يعني 10 لترو، هما الريستورانات يشريو بالعشرة لترو كما نهكا، ريستورانات الأغلبية
يشريوا بالعشرة ليترو يعني باش يقليوا به ولا باش يطيبوا به. في بالي حاليا اللي أنا نعرف المعلومة أن الريستوران عنده ماكس 50 ليترو يشريها، ما نعرفش بصراحة يا في النهار يا في الجمعة، أما في بالي 50 ليترو في النهار، لأنه 50 ليترو في الجمعة شوية على الريستورانات. حاصلوا الريستورانات عندهم معارفهم والكونتاكت منين يجيبوا الكمية الكبيرة من الزيت اللي قاعد مثل أغلبية المحلات تخبي فيه. حاصلوا انتي لهنا ما عليك إلا ما تمشي الريستورون اللي تعرفه أو تطلب من الناس اللي تخدم في الريستورونات، تطلب منها بكل أدب أنهم يعطيوك يعني مثل فقط 10 ليترو من الزيت النباتي، سومها باش يكون مرتفع شوية، يعني تقريبا زايد 5 أورو زايد 6 أورو، يعني سوم 10 ليترو زايد 5-6 أورو على مثل كي تاخو 10 ليترو من محل عادي، بحكم أنه ما فماش توزيد وأحنا داخلين على رمضان، وفي رمضان نقلي وبرشا ونستعملو برشا البريك، برشا حوايج، فطائر حلوة ولا مالحة مقلية أو حتى البطاطا المقلية، بالحق زيد يعني نستحقوها في رمضان. حاصلو اللي ما تقاش زيد عندي هذا الحل لك، تمشي للريستوران تشوف عندك شي معارف أو تلوج الريستوران اللي كنت ديما تاكل منه وتعرفه وتسألو بكل أدب وتقول له مثلا مستعدة يعني ندفع سوم أغلى شوية 5-6 أورو على 10 ليترو، وتقول له راني بالحق كما نقولوا عنا مثل حاجياتنا رمضان وباش نقليو به، ما عندهم حتى مشكلة الريستورونات يعطيو، لأنه هما عندهم ستوك متاعهم، يعني ستوك متاعهم تكون كما نقولوا شهر كامل مبرمجي لها، يعرفوا قديش من ليترة باش يدخلوا في الجمعة والكل. أما ما نتخيلهمش باش يعطيوك اكثر من 10 ليترو، لانهم هكا هما يعني بيدهم زادة عندهم احتياجاتهم ونقصهم. حاصلوا احنا هذا شعملنا، مشينا الريستوران نعرفوا شكون في الريستوران، هو ما هوش مولا الريستوران لكن يخدم غادي، وطلبنا منه بكل ادب وندفعوا يعني الفلوس اللي حاجته بها مولا الريستوران ندفعوها، وبيان سور ماهيش باش تطلع كيما نقولوا الدوبل السوم، وطلبنا منه بكل ادب وخذينا هذه 10 ليترو رمضان، يعني بالحق احنا نستحقوها. انا مانيش قاعده نطيب برشا بالزيت، لكن اذا استحقت اني باش نقلي بريك او ضيوف او اي حاجه باش نستعمل الزيت، مش باش نستعمل الزبده او الفرن. اما حاليا انا قاعده نستعمل راني في الفور، يعني الفور نطيب به الحاجه اللي نطيب بيها بالزيت، ولا نستعمل القلايه الهوائيه الاير فراير، هي بالحق احسن اختيار باش تتخلص من الزيت وحاجه صحيه هي الاير فراير. انا شريتها هذه احتياطا، يجيني شي ضيوف ولا لازمني نطيب حاجه بالزيت ضروري وتكون مقليه مثل كيما المقروض، ما نحبش مقروض الفور مثلا، نعمل مقروض مقلي نستعمل الزيت هذا. هي هذه هي نهايه الفيديو، ان شاء الله استفدتوا برشا من الفيديو ومن المعلومات اللي عطيتها لكم. هذو هما الطرق اللي انا نستعملهم للاقتصاد في المصروف، ولا كيفاش ناخذ الزيت، ولا مثل كيفاش ناخذ المقارونه بكميه كبيره ورخيصه. إن شاء الله أفيدكم هذا الفيديو، إن شاء الله أعطيتكم معلومات مفيدة باش ندخلوا على رمضان. نتمنى لكم رمضان مبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.